السلام عليكم بنات، من تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشوفوا هذا الفيديو. وجيتكم اليوم فيديو جديد ان شاء الله. غادي نتكلم لكم على هات النيفيا، نيفيا سوفت ونيفيا الكلاسيك العادية. غادي ان شاء الله نتكلم لكم على الفرق ما بيناتهم، ولا كل واحدة كتصلاح، وشنو الفرق بالضبط بيناتهم. بقوا معايا. اول حاجه نيفيا الزرقاء، فهي التكستير ديالها ولا القوام ديالها هو سميك، يعني سميك جدا بالمقارنه مع نيفيا سوفت، فهي القوام ديالها كيكون خفيف جدا وسهل في التوزيع ديالو بخلاف نيفيا الزرقاء. هاد نيفيا الزرقاء شويه القوام ديالها سميك وصعيبه زعما في التوزيع على البشره، يعني صعيب توزيع على البشره. والفرق ما بيناتهم كذلك هو ان هذه سميكه وفي نفس الوقت فهي دهنيه اكثر وكتعطي ترطيب اكثر من نيفيا سوفت. نيفيا سوفت حتى هي كترطب، ولكن بالنسبه للتكستور ديالها فهي تكستور ديالها خفيفه وكتمسى دغيا وكترطب في نفس الوقت، والترطيب ديالها هو اقل من الترطيب ديال هذه شويه مركزه، وكتخلي البشره ديالكم تبان وكانها يعني كتلمع، يعني كتعطيه يعني ترطيب اكثر لانها سميكه كما قلت لكم. حاجه اخرى عاوتاني غندوي عليها وهي نيفيا كريم، بما انها سميكه فهي ما كتصلحش نهائيا انكم ديروها قبل المكياج، لانها سميكه وكدير يعني واحد الطبقه سميكه في البشره يعني الوجه ديالكم. فالا الا درتوها ودرتو فوق منها يعني مكياج فونديشن وداك الشيء كامل، كتبان ما كتعطيش نتيجه زوينه، لان كما قلت لكم داك القوام ديالها ثقيل وكتبان يعني ميدمه في الوجه وما كتمصاش بسرعه. بخلاف نيفيا سوفت فهذه كأساس المكياج قبل المكياج فهي رائعة رائعة جدا، يعني بالنسبة للخروج هذه تقدروا ديروها وديروا عليها الميكاب ديالكم وتخرجوا. هذه لا، هذه بالنسبة لهذه فهي خاصة غير بالنهار، ما خاصهاش بالليل، ما نصحكمش تستعملوها وتخرجوا. هذه تقدروا تستعملوها وتخرجوا عادي. هذه صالحة للناس اللي عندهم البشرة ديالهم جافة، البشره ديالهم جافه لان كما قلت لكم عندها واحد التكستور ولا واحد القوام اللي هو ثقيل وميدم، يعني ميدمه بصح. هذه كتصلح للناس اللي عندهم بشره جافه، فهي كترطب واحد الترطيب رائع وكتخلي البشره يعني مغذيه. اما بالنسبه للبنات اللي عندهم البشره مختلطه ولا دهنيه، فما ننصحهمش بهذه لانها دهنيه اكثر من هاد السوفت. الا كانت البشره ديالكم مختلطه ولا دهنيه ننصحكم بنيفيا سوفت، هذه مخيره لانها كما قلت لكم خفيفه والقوام ديالها خفيف، فبالتالي ما كديرش يعني دهون بزاف، ما كتبانش يعني في البشره بزاف، بخلاف هذه قلت لكم سميكه وكتبان يعني كتبان على الوجه وكترطب. يعني بالنسبه للنيفيا هذه بالنسبه للبشره الجافه فهي مخيره. بالنسبه لنيفيا سوفت ممكن تستعملوها الوجه واليدين وحتى الرجلين، وبالنسبه لهذه حتى هي كذلك تستعملوها الوجه، هي كما قلت لكم تستعملوها في الليل ماشي بالنهار، يعني هذه خليوها غير الاستعمال الليلي فقط. وممكن كذلك تستعملوها حتى الارجل ديالكم، فهي كترطب بواحد الطريقه رائعه كما قلت لكم لانها طبقه سميكه بزاف، السمك يعني داك القوام ديالها السميك ودهني بزاف. ممكن ديروها يعني في بلاصه الفازلين، الا ما عندكمش مثلا الفازلين ديروا هذه حتى هي للرجلين وديروا التقشرات وتخليهم هكا الليله كامله يعني اثبتوا بها، وفي الصباح غادي تحصلوا على رجلين رطبين وزوينين. بالنسبه للاستعمالات الاخرى ديال هذا الكريم، يعني من غير انه يعني ترطبوا به وجهكم يديكم، فممكن كذلك تستعملوا هات نيفيا الزرقاء تستعملوها كمقشر، ونيفيا البيضاء تستعملوها كماسك. ان شاء الله شي مره نتشارك معكم هذه الوصفات. المهم انا غادي دابا حيت جاوا في السياق غادي نقول لكم عليهم. مثلا نيفيا الزرقاء ممكن تاخذوا نصف ملعقه ديال السنيده ونصف ملعقه من هذه الكريمه هذه، وديروها يعني كمقشر، غادي تقشروا بها الايدي ديالكم وكذلك الوجه ديالكم عادي، وكانكم يعني كديروا اي مقشر، فهي رائعه رائعه للتقشير وكتخلي الوجه رطيب ومغذي وبزاف صراحه. نتمنى تجربوا هذا المقشر هذا بنيفيا وردوا عليا الخبر.
بالنسبة للنيفيا سوفت فممكن تستعملوها كماسك. والوصفة وهي انك تاخدي مثلا نصف ملعقة من هذا الكريم هذا، وتاخدي نصف ملعقة ديال الكركم ولا الخرقوم بلدي اعرق، وتخلطيهم وديرهم كماسك للوجه ديالك. هاد الوصفة هذه ولا هاد القناع هذا اللي غادي ديري، فهو كيكون يعني مرطب ومغذي للبشرة، زائد انه كيوحد اللون. يعني الا كانوا عندك مثلا ليطاش ولا بقع هكذا سمراء في البشره ديالك، فهو كيوحد لون ديال البشره مع الوقت. هذه الطريقه، هذه وصفه مجربه من عندي، يعني واحد هذه السنين وانا كنديرها، ولقيت عليها صراحه كتصفي الوجه وكتردو يعني اللون ديالو موحد، وزائد انها يعني كترطبو وكتغذيه. كان هذا الفيديو ديال اليوم، نتمنى يكون نال اعجابكم وتكونوا استفدتوا منه. ولا اعجبكم ما تنساوش ديروا له لايك وتبارطاجيوه مع الاصدقاء في مواقع التواصل. كنشكركم بزاف، كلكم بالسلامه عليكم، الى اللقاء.